إضراب عام في جزيرة قرقن على خلفية ما يعرف بأزمة بتروفاك ومطالب بالتنمية والتشغيل في ظل ما اعتبر تجاهلا من الحكومة. أكثر من 40 دولة و15 منظمة دولية وإقليمية تبحث في تونس سبل دعم ليبيا ومساندتها سياسيا واقتصاديا. وجولة جديدة من المفاوضات تستأنف غدا بجنيف تزامنا مع انطلاق انتخابات تشريعية هي الثانية منذ بدء النزاع في سوريا. الثامنة مساء في تونس، تحية طيبة لكم جميعا. إضراب عام في جزيرة قرقن اليوم، إضراب دعا إليه الاتحاد المحلي للشغل بالجزيرة، ويأتي وفق الأهالي تنديدا بتجاهل الحكومة للوضع المتأزم منذ فترة. هذا تعيش قرقن حالة من الاحتقان على خلفية ما بات يعرف بأزمة بتروفاك. زحمة المخبز اختزلت صباح اليوم في الرملة صورة الشلل الذي أصاب المرافق العمومية والخاصة والمرفق الصحي الذي استثنى الحالات الاستعجالية. طلبنا السلطة ما يكونوا معنا باش يتفهموا موقف قرقنا اللي احنا تحت ضغط كبير، فما ترسانة متاع أمن ما فهمناش علاش. لذا إن شاء الله نكونوا كلمة واحدة مع بعضنا باش نحقوا مطالبنا اللي هي ماهيش مستحيلة. هكذا تسعى دائرة أزمة بتروفاك من تسوية وضعية شغلية إلى مطالب تنموية عاجلة تريد من الشركات الطاقية أن تتحول من حل مؤقت إلى حل جذري في التشغيل والتنمية. مطلبنا الرئيسي هو إطلاق سراح أولادنا، معنا خيرة شباب جزيرتنا، وإيقاف التتبعات العدلية والقضائية في حق كل من طالتهم هذه التتبعات، سحب معناها التعزيزات وإيقاف العسكرة الغير معناها مفهومة والغير معناها منطقية لجزيرة قرقنة، والانكباب مباشرة نحو معناها حل مسائل التنمية الحقيقية في جزيرة قرقنة بإجراءات فعلية، ومن ثم معناها مسألة المعطلين على العمل. ومما زاد حالة الاحتقان غياب التواصل وطاولة حوار تتسع للجميع. ما شفنا كان في الأعلام فماش اتصالات، مش موجود اتصالات، يقولوا كون وزير الطاقة أمس مش يجي، لكن ما وقع شيء، ما وقعش اتصال بالاتحاد الجهوي، ما وقعش اتصال بالاتحاد المحلي. نحن نرحب بالتفاوض، والخلية وقع أحداثها للتفاوض مع السلطة لإيجاد الحلول. للأسف الشديد لم نستدعى لا لجلسة على المستوى الجهوي أو على المستوى الوطني. الأثناء ما زالت القوات الأمنية ترابط هناك وتقول إن دورياتها استهدفت بهذه المسامير أثناء تأمينها لمسالك التزود من المواد الحساسة. الإضراب العام الذي شهدته قرقنة هذا اليوم وارتفاع نسبة المشاركة فيه رسالة إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة تقطع مع إحساس عام بأن قرقنة بعيدة عن برامج التنمية. قيس هماني للتلفزة الوطنية التونسية، جزيرة قرقنة. الاحتجاجات الاجتماعية والاعتصامات تحيلنا على دور النائب في إبلاغ مطالب جهته والسهر على تفعيلها، فهل تلتقي مسؤولية النائب مع السلطة التنفيذية إزاء هذه المطالب؟ نتابع. غياب تكريس مبدأ التمييز الإيجابي الذي يضمنه الدستور وتعطل المشاريع الكبرى وارتفاع نسب البطالة خاصة في صفوف الشباب مشهد فرض وجوده بقوة حسب المحللين، ولم تسهم الزيارات المتكررة للنواب المنتخبين عن جهاتهم في تغييره رغم مساهمتهم في تبليغ أصواتهم. دورنا كنواب والتواصل المستمر مع المواطنين ورصد المناطق اللي هي حقيقة أقل حظا سواء في مستوى البنية التحتية أو كذلك في مستوى القطاع الصحي، قمنا بالكثير من يعني الإنجازات في السنوات القليلة يعني اللي مضت، ولكن ما زال قدامنا الكثير. نتفهم مطالب المواطنين ونحن نسعى بكل معناها الوسائل أن نرفع هذا الحيف ويعني نجسد التمييز الإيجابي. آنيا النواب يباشروا في جهاتهم معناها المجالس الجهوية، قاعدين يتابعوا في المشاريع، قاعدين يشوفوا في المشاريع المعطلة، حاولوا نلقاو آليات، ولكن الحلول فما إشكاليات قانونية موجودة، منظومة قانونية اللي معناها الثقل نتاعها مازال نشعر به، وجهات جديدة، فما مخطط خماسي داخلين عليه، ولكن حل الإشكاليات هذه مش يكون في جمعة ولا في جمعتين.
كلمة ترددت على لسان أكثر من نائب، فالحلول بيد الحكومة، فهي المسؤولة على ضمان التنمية الجهوية وامتصاص البطالة وتكريس العدالة الاجتماعية، ودوره يكمن في الضغط عليها. ليس للنواب لا عندهم موارد ولا عندهم الأدوات لتنفيذ هذه المشاريع، هذه مشاريع من نجم ينفذ من نجم يقوم بها كان السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة من خلال وزاراتها، من خلال معناها إدارات الجهوية، من خلال معناها مصالحها. هذا فما فيه تقصير كبير من طرف الحكومة على أنها تفي بهذه الوعود. ماشي رؤية سياسية واضحة في الوقت الحاضر باش نمشيوا للتنمية، باش نمشيوا للاستثمار، لأن راهو ما ثم كوشي الاستثمار وهو اللي يجم يسير النمو. لابد من تفعيل الباب السابع من الدستور اللي هو السلطات المحلية والجهوية، مش يحل المشاكل كل ولكن يساهم بقدر معناتها كبير برشا في حل بعض المشاكل. وبهذا تظل ملفات التنمية الجهوية وأحداث مواطن الشغل والقضاء على الفقر تتأرجح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لبحث آليات الحد منها. عدم التوصل إلى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الصحة العمومية وتردي الخدمات بالمستشفيات العمومية فضلا عن رفض تعيين المدير الجديد المعين على رأس المستشفى الجهوي بصفاقس، تلك أبرز محاور الاجتماع الذي احتضنه مقر الاتحاد العام التونسي للشغل تحت إشراف الأمين العام بالنيابة نور الدين الطبوبي. وقد تم التأكيد على إمكانية الالتجاء إلى كافة أشكال الاحتجاج في صورة عدم الاستجابة من طرف وزارة الإشراف خلال الأيام المقبلة. الوضعية المزرية اللي أصبت عليها القطاع العمومي واللي اتهرى في بنية التحتية نتاعو في تجهيزاته في ظروف العمل نتاع الأعوان نتاعو، هذه مسألة جوهرية بالنسبة لنا احنا اللي باش ندافعوا على خارطة صحية عادلة وعلى منظومة الصحة العمومية. كذلك من ملفات اللي عندنا هو احترام مصداقية التفاوض، واليوم عندنا محضر اتفاق أبرم مع كافة الهيكل الحكومة، ولليوم ما زالت هناك تلكة في تطبيقه معناها وتسليم ورعين الواقع. تعيين عسكري على رأس مرفق عمومي، احنا كنقابين وكاتحاد عام تونسي للشغل ما عندنا حتى إشكال مع السلك العسكريين، ولكن عندنا إشكال فيما يتعلق وجود العسكريين على رأس المرفق العمومي، لأنه التوانسة من بعد 14 جانفي يتطلعوا إلى دولة مدنية تدار المؤسسات فيها بالمدنيين. كان الوضع التنموي والاقتصادي والاجتماعي والأمني بولاية جابس محور اللقاء الذي جمع اليوم رئيس الحكومة الحبيب الصيد بنواب ولاية جابس بمجلس نواب الشعب. الاجتماع تطرق كذلك إلى إنجاز المشاريع التنموية بالجهة والسبل الكفيلة باستحثاث نسق إنجاز المشاريع المعلن عنها خلال المجلس الوزاري المنعقد بولاية جابس بمناسبة زيارة رئيس الحكومة لها. وقد أبدى رئيس الحكومة حرصه التام على إنجاز المشاريع التنموية المقررة بالجهة في أجالها المحددة، مشيرا إلى أن عددا منها بصدد المتابعة. كما كان لرئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم لقاء بممثلي ولاية الكاف بمجلس نواب الشعب، تم خلاله استعراض جملة المشاريع المبرمجة للولاية والتي سيتم الإعلان عنها بمناسبة الزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة ووفد وزاري هام إلى الولاية. وقد عرض الوفد النيابي بالمناسبة على رئيس الحكومة حزمة من المقترحات والمشاريع، إضافة إلى جملة من المشاغل التي تهم الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بالجهة. جد بعد ظهر اليوم حادث مروع على مستوى السكة الحديدية بمدينة جرومباليا من ولاية نابل أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة شخص خامس حسب ما أفاد به مدير المستشفى المحلي بجرومباليا. تتمثل صورة الحادث حسب بلاغ الشركة الوطنية للسكك الحديدية في اصطدام سيارة أجرة بالقطار الرابط بين تونس وجابس، وذلك بين محطتي برج السدرية وجرومباليا على مستوى تقاطع بين السكة الحديدية والطريق، مشيرة إلى أن التقاطع مجهز بحواجز آلية ومنبه صوتي وإشارة ضوئية. تمكنت فرق الحماية المدنية التي تم تعزيزها من الجهات المجاورة لولاية سوسة تمكنت من إطفاء حريق هائل نشب صباح اليوم في أحد مصانع البلاستيك داخل المنطقة الصناعية بمنطقة سيدي الهاني دون تسجيل أضرار بشرية. هي واحدة من المؤسسات الصناعية بسوسة
تصاعدت بمبناها أعمدة دخان أفرزتها ألسنة اللهب التي طالت كامل أرجاء المصنع الذي يشغل 80 عاملا. مع 8:30 كيشدوا الأولاد الخدمة صارت يعني حاجة فرتمون صغير بين الكول والواحد شعلته. طفينا احنا حاولنا نطفيه وعنا البرودوي نتاعنا الاولاد هم الكل حاضرين عملوا اللي باش يعملوا ما غلبتهم الحريقه برشا نار فهمت. حريق هائل نشب بمصنع البلاستيك سجل خسائر ماديه طائله دون تسجيل اضرار بشريه. خسائر كبيره برشا كارثه بتم معنى الكلمه. كما قاعده تشوف المخزن قدامك ماتير بريمير بقيمه 4 مليار دولار زاد برودوي فيني بقيمه 3 ولا 4 مليار دولار عندنا اكسبور للجزائر زاد برودوي فيني اون برينسيپ طالع غدوه معناها كارثه كبيره والماكينات انفستيسمون كبير. إمكانية السيطرة على الحريق منذ الوهلة الأولى بدت صعبة المنال بالنسبة لأعوان الحماية المدنية بالجهة نتيجة انتشار مواد كيميائية ومواد سريعة الالتهاب في كامل أركان المصنع الذي يفتقر لتجهيزات الحماية ووسائل التدخل الأولية وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية سوسة. أن المعمل هذا يضم العديد من المواد الكيميائية المتنوعة ومواد سريعة الالتهاب اللي هي يعني طريقة الخزن متاعها لا يستجيب لأدنى مقومات السلام وبصفة عامة يعني المؤسسة الصناعية هذه يعني مقومات السلامة ووسائل الوقاية وتجهيزات التدخل الأولي يعني تكاد تكون منعدمة. الحريق تجندت لإطفائه 8 شاحنات أطفاء قدمت أغلبها من الإدارات الجهوية للحماية المدنية بالولايات المجاورة حيث تمكن الأعوان من محاصرة نيران ومنع تسلب ألسنة اللهب إلى المصانع المجاورة. في خبر متعلق بالجارة ليبيا عبر المشاركون في أشغال الاجتماع لبحث إمكانية توفير الدعم إلى ليبيا عبروا عن استعدادهم لتقديم كل أوجه المساندة لحكومة الوفاق الوطني شريطة تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد. بعدما تركزت حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس وبدأت تحصد التأييد الشعبي هو المجتمع الدولي ممثلا في أكثر من 40 دولة و15 منظمة دولية وإقليمية يلتقي اليوم في تونس لبحث أفق الدعم والمساندة لليبيا. الآن المجموعة الدولية مجتمعة 40 دولة وكل المنظمات المهتمة بدعم ليبيا تجتمع في تونس لتقديم ما يمكن تقديمه من دعم لحكومة الوفاق الوطني حتى تمكنها من مجابهة التحديات اللي تعرفها ليبيا حاليا. الرسالة مهمة إنه نحن جاهزين وإرادة سياسية موجودة لمساعدة إلى ليبيا لكن الآن لازم نركز على أولويات الحكومة وكيف ممكن نسلم مشاريع ما نتائج ملموسة وبسرعة إلى الشعب الليبي لتحسين حياة الشعب الليبي. الدول المانحة أكدت ضرورة انصراف حكومة الوفاق الوطني الليبية لتحقيق الاستقرار والسلم معبرة عن التزامها بمساندتها في معالجة القضايا المتعلقة ببناء أجهزة الدولة وتوفير الحاجيات الأساسية للشعب الليبي. هناك العديد من المسائل التي يجب أن تعالج ليبيا بوضوح تفكير ليبي بمساعدة دولية لكن أساسها أمن وسلام مسائل ملحة مثل الحاجة الإنسانية والحاجة المطلوبة للمواطن الليبي ومن ثم تثبيت دعائم الدولة ومؤسساتها. تكلمنا على الدعم من زاوية أن الحكومة لديها برنامج وهي ساعية من الآن حتسعى لتنفيذ هذا البرنامج وفقا قلنا على أن الملف يتضمن الملف الأمني بعد ذلك الملف الاقتصادي والمصالحة الاجتماعية. يقول متابعون أن التزام المجتمع الدولي بتوفير كل أوجه الدعم لحكومة الوفاق الوطني وحصولها على التأييد الشعبي في ليبيا يضاعف من حجم مسؤوليتها. مع شأن الليبي دائما وفي أول زيارة لمسؤول أوروبي رفيع المستوى منذ سنة 14 و2000 وصل وزير الخارجية الإيطالي إلى العاصمة الليبية طرابلس حيث يلتقي رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج. في زيارة قيل أنها تعني تأشيرا بالإيجاب على حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج حل وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني بالعاصمة الليبية طرابلس هناك وفي قاعدة بحرية موصوفة بشديدة التحسين يجري سلسلة من المحادثات.
أعتقد أن ما يقوم به الرئيس سراج ونائبه والمجلس الرئاسي والمبعوث الأممي إلى ليبيا من الاستقرار في طرابلس يترجم شجاعة هؤلاء. المجموعة الدولية عليها التحلي بالشجاعة ذاتها ودعمهم جميعا للتطلع نحو الأفضل في المستقبل القريب. الوزير الإيطالي تحدث خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي عن التقدم الحاصل في ليبيا. خلال زيارة هذه الرسالة الأساسية هي أن ليبيا ترغب في أن تقدم إلى المجلس الرئاسي الليبي دعما على المستوى السياسي والإنساني والاقتصادي. الفترة القادمة ستشهد تعاون أكثر عملي من الجانب السياسي. يوجد اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية سيتم تفعيلها في الفترة القادمة. كذلك يوجد مجموعة من الاتفاقيات تخص موضوع التأشيرات وموضوع تسهيل دخول الليبيين، فتح المجال الجوي الليبي بخصوص الرحلات ما بين أوروبا وليبيا عن طريق إيطاليا. إيطاليا سبق واقترحت مع فرنسا وقوى غربية أخرى على حكومة السراج الدعم وتدريب قوات الأمن التي تواجه خطرا متزايدا يتمثل في اتساع مناطق نفوذ ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. عروض قد تمهد لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية ولعودة طواقم العمل الدولية في قطاع النفط رغم هجوم عناصر هذا التنظيم على بعض المنشآت النفطية الكبيرة في ليبيا في الآونة الأخيرة. في المستقبل من المهم التفكير في أن الشراكة بين عدة قطاعات من شأنها أن يرفع عنها الحظر لكي تتمكن السلطات الليبية من تعزيز قدراتها ومواجهة تنظيم داعش والإرهاب. كل هذا يمكن مناقشته، لكن ما أود توضيحه بيننا أن مؤسس هذا المسار هو الشعب الليبي والرئاسة الليبية والمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني. وتأمل القوى الغربية في أن تتمكن الحكومة الجديدة من توحيد صفوف الفصائل المتناحرة في ليبيا وإنهاء الفوضى السياسية والتقدم بطلب مساعدة خارجية للتصدي لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية ومكافحة تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط. عودة إلى الشأن الوطني، التقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم بقصر قرطاج رئيس مجموعة البركة الشيخ صالح كامل. قدم رجل الأعمال السعودي لرئيس الجمهورية المشاريع التي تعتزم مجموعته إنجازها بتونس في إطار دعمها للمسار التنموي التونسي. وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة دال البركة السعودية الشيخ صالح الكامل خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة الحبيب الصيد، أكد أن المجموعة ستنظر في مزيد توسيع استثماراتها في تونس التي تستمر منذ مطلع الثمانينات وإطلاق مشاريع جديدة في ظل التحسن الكبير في مناخ الاستثمار. كما تطرق اللقاء إلى واقع وآفاق علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والمالي بين تونس وهذه المجموعة التي تعود إلى ثمانينات القرن الماضي وسبل مزيد تطويرها. في دار الضيافة بقرطاج خصص مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد لمتابعة العلاقات التونسية الإيفوارية والعلاقات التونسية الأوروبية. نظر المجلس في الاستعدادات لانعقاد اللجنة العليا المشتركة التونسية الإيفوارية يومي 25 و26 من أفريل الجاري بأبيدجان، بالإضافة إلى منتدى رجال الأعمال التونسية الإيفوارية. من جهة أخرى اهتم الاجتماع بالعلاقات التونسية الأوروبية على ضوء اللقاءات المنتظرة في الفترة القادمة بالتزامن مع انطلاق التفاوض حول التبادل الحر والشامل في دورته الأولى بتونس يوم 18 من أفريل الجاري. صدق مجلس نواب الشعب اليوم على الباب المتعلق بالرقابة على البنك المركزي صلب مشروع قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. وأهم ما ينص عليه هذا الباب تولي مجلس إدارة البنك ضبط منظومة رقابته الداخلية مع أحداث لجنة تدقيق دائمة تلحق بمجلس إدارة البنك الذي يضبط اختصاصاتها وطرق تسييرها. يحدث المجلس لجنة دائمة للتدقيق يترأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليهم بالمادة 7 من الفصل 56، ويكون من بين أعضائها عضوان على الأقل من مجلس الإدارة من غير المحافظ ونائب المحافظ، وتلحق اللجنة بالمجلس. ويضبط المجلس اختصاصات اللجنة الدائمة للتدقيق وتركيبتها وطرق سيرها.
نظمت وزارة التجهيز والإسكان وتهيئة ربيع ملتقا حول صيانة الطرقات عن طريق صيغة العقود حسب الأهداف. أعلن خلاله مدير عام الجسور والطرقات عن انطلاق أشغال 3 مشاريع كبرى خلال شهر جوان المقبل. 3 مشاريع كبرى ستشرع وزارة التجهيز في إنجازها بداية من شهر جوان المقبل، وأعلن عنها خلال ملتقى حول صيانة الطرقات. مشاريع ستمول من البنك الدولي بقرض قيمته 400 مليون دينار. الطريق الأول هو الطريق الوطني رقم 4 اللي يربط سليانة بالفحص تقريبا 60 كيلومتر. كذلك عندنا الطريق الجهوية 133 تربط جبل الوسط بزغوان مدينة زغوان، وكذلك الطريق الوطنية رقم 12 اللي تربط القيروان بمدينة سوسة. 3 طرقات هذوما الكل مش يقع مضاعفتهم، يعني مش يولي طريق سريع. كما تعمل وزارة التجهيز على دراسة إمكانية اعتماد صيغ جديدة لصيانة الطرقات تعتمد على عقود حسب الأهداف، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها لصيانة الطرقات وتعسيرها. دراسات باش نقوموا بها خلال بداية من سنة 2016، ربما تواصل لسنة 2017، لوضع البسمات الأولى حول طريقة صيانة الطرقات بصيغة جديدة يقع اعتماد فيها الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولفترة زمنية دوم معناها أكثر من 3 سنوات إلى حدود 5 سنوات. العقود حسب الأهداف سيتم اعتمادها في صيانة الطرقات السيارة، في حين ستعد الطرقات العادية إلى ما يناهز 200 مؤسسة مقاولات صغرى ستبعث في إطار البرنامج الوطني التحفيزي للشباب أصحاب الشهائد العليا. ظرف شهر أو شهرين على أقصى تقدير 100 شركة منها تبدأ تشتغل، ومن هنا تقريبا في 15 يوم يبدأ الشركات 100 شركة هذه تبدأ في فترة التربص. يشار إلى أن العقود حسب الأهداف ستمكن الوزارة والإدارات الجهوية من تأمين التدقيق في مراقبة أشغال الطرقات وضمان ديمومة المنجز منها. استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم بقصر قرطاج رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي. وأفاد رئيس الجمعية في تصريح عقب اللقاء أنه قدم مجموعة من المقترحات في علاقة بالوضع المادي للقضاة وظروف عملهم. كما تطرقت المحادثة إلى انعكاس عدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء على التوازن بين السلطات وإرساء المحكمة الدستورية، والأهمية الكبرى لتنفيذ الأحكام القضائية من أجل ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. عامان مرة على صدور الأحكام في 3 قضايا كبرى لشهداء الثورة وجرحاها من قبل محكمة الاستئناف العسكرية، مناسبة عقدت خلالها جمعية عائلات شهداء الثورة وجرحاها ندوة صحفية للحديث عن مصير هذه القضايا. بعد مرور 5 سنوات على الثورة، عائلة الشهداء والجرحى تستغيث وتطالب بالإنصاف قضائيا وعلاج الجرحى الذين تردى وضعهم الصحي، وذلك خلال ندوة عنوانها عامان على صدور الأحكام العسكرية، أي مصير لقضايا شهداء الثورة وجرحاها. 6 هذوما جرحى شلل نصفي، حالتهم حرجة، ما سالوهمش وضعية تاعهم، يعني هذوما وقتاش باش تسوي لهم وضعيتهم؟ وقتاش باش يعملوا لهم جراية؟ وقتاش معناها باش تقوم الدولة باش تعالجهم؟ الحقيقة والكرامة أحدثت بضغط من عائلات الشهداء في 2014، وكان العنوان الكبير هو أن تنظر في قضية الشهداء والجرحى، إلا أننا اليوم لا نراها متواجدة. الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية في 3 قضايا كبرى لشهداء الثورة وجرحاها تم الطعن فيها بالتعقيب من طرف محامي القائمين بالحق الشخصي. كنا معناتها نتصوروا أنه وقع إنصافنا بنقض هذه الأحكام وإحالتها من جديد إلى محكمة الاستئناف العسكرية، ولكن وقع قبول مطالب التعقيب المقدمة من قبل النيابة العسكرية دون القائمين بالحق الشخصي. واليوم المحاكمات أصبحت مقتصرة فقط على الأمني، على المتهمين، على محاميهم، على النيابة العسكرية.
جمعية عائلات شهداء الثورة وجرحاها طالبت بضرورة تفعيل الدوائر المتخصصة، كما طالبت رئيسة جمعية القضاة التونسيين بضرورة أن يتخلى القضاء العسكري عن هذه القضايا ليتعهد بها من جديد القضاء العدلي. من ارتكب جرائم قتل في الثورة، يعني قتل الشباب اللي انتفض على يعني حكم جير، لابد من أنه معناتها تتحقق العدالة ويتحمل مسؤوليته في هذا، والجزء من العدالة هذه يتحقق وقت اللي القضية هذه ترجع لمسارها الطبيعي، ترجع لاختصاص القضاء المدني، خاصة وأنه اليوم تم إحداث الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية. هذا ولو وحت عائلات شهداء الثورة وشرحها بالقيام بتحركات في الأيام القليلة القادمة أمام مجلس نواب الشعب للضغط لإصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة. قدم الفريق الوطني لرصد أماكن الاحتجاز في ندوة صحفية بالعاصمة نتائج الزيارات والحملات التوعوية التي قام بها منذ انطلاقته لمناهضة التعذيب، كما قدم دليل رصد أماكن الاحتجاز، دليل هو الأول في الغرض ومن المنتظر أن يساهم في تكوين مجموعة من الخبرات الوطنية. خلصت زيارات الفريق الوطني لرصد أماكن الاحتجاز في مختلف السجون التونسية ومراكز الإيقاف خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى ارتفاع حالات التعذيب وسوء المعاملة. يبدأ السجن يرفع 4000 تعمل نجاة و 4000 ونص وتحط فيه 7000 ونص، مين نجم ينتج عنه كان سوء معاملة؟ كيبداو ثلاثة ولا أربعة ناس راقدين فرد فرش وناس في القاعة وعاون بركة في الليل يعز على 70 واحد، مين نجم ينتج عنه كان سوء معاملة وما ينتج وسخ ومرض وجرب وسل وكل شيء. اليوم ما زالت فما ممارسات إما في بسوء فهم للقانون أو لتفصي من العقاب تخلي أنه ما هوش تعذيب لكن سوء المعاملة، لكن حالات موت مستعرب، لكن حالات متاع ممارسة في البحث باستعمال العنف ما زالت موجودة في تونس كما ما زالت موجودة في بلايس أخرى. قضية التعذيب مسألة معقدة تستوجب إصلاحا تشريعيا ومؤسساتيا، هذا ما أكدته عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حميدة الدريدي، مشيرة إلى أن من أسباب تواصل ممارسات التعذيب هو عدم التعجيل بإصلاح المنظومة الأمنية والسجنية والقضائية. المقترحات متاعنا عقوبة البديلة ما يجيش معناها على جناح صغيرة، معناها أنك تشد وتلوح له دوسيه غاديك وحتى حد ينظر فيه، القضاء ما ينظر فيه، ساعات كان في آخر نهار باش يخرج اللي هو المدة القصوى اللي هي شهر وعام واربع شهور. فريق وطني لرصد أماكن الاحتجاز يهدف إلى التصدي لكامل أشكال التعذيب ورصد مدى ملائمة التشريعات الوطنية للمعايير الدولية ودعم ومراقبة أداء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرية الأساسية. أصبحت عنا دليل لرصد أماكن الاحتجاز، والدليل هذا أنا نجم نقول لكم اللي هو أول دليل عربي على مستوى معناها بلدان العربية يخرج. هذا كل معناها نحن ولينا ما عادش الفريق ولا ينتج ولا ينتج للغير. هالفريق الدليل هذا نجم يكون غدوة للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، نجم يكون لها هو لوتي دو ترافاي. زيارات ميدانية لمراكز الاحتجاز رافقتها حملات تحسيسية في مختلف ولايات الجمهورية تحت شعار التعذيب ليس ثقافة للتحسيس والوقاية من مثل هذه الممارسات. أكد وزير الشؤون الدينية محمد خليل خلال ندوة علمية تحت شعار الإرهاب في ميزان الأديان السماوية، أكد أن مقاومة الإرهاب تتطلب تعليم الناشئ للقيم الإسلامية السمحة والأصول الدينية وتوعيتهم بخطورة هذه الظاهرة. واعتبر الوزير أن الحرب على الإرهاب تشارك فيها كل الديانات، ما يستوجب التنسيق بين الجميع للحد من هذه الظاهرة. حابين نبينوا أنه مش الإسلام وحده هو ضد الإرهاب، الديانات السماوية الكل نشترك في هذا، المسيحية اليهودية الإسلام كل هذه الديانات السماوية تدعو إلى القيم الإنسانية، تدعو إلى المحبة، تدعو إلى التعايش، تدعو إلى نبذ العنف. ما ثماش دين يدعو إلى القتل إلا إذا وقع الاعتداء عليه بطبيعة الحال. فأحنا حبيناها رسالة سلم واتحاد واتفاق الأديان، كلمة واحدة في الدعوة إلى السلم. في ورشة حول الموفق الإعلامي في تونس نظمها كل من معهد إيريش بروست للصحافة الدولية بدورتموند ومرصد الإعلام في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بتونس والمركز الأفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين، تم التأكيد على ضرورة تفعيل هذه الخطة داخل المؤسسات الإعلامية مع تحديد شروط وآليات عملهم.
تفعيل خطة الموافق الإعلامي في المؤسسات الإعلامية وتحديد الشروط الأساسية الواجب توفرها وضبط دليل عمله نقاط اتفق الإعلاميون الحاضرون في ورشة العمل حول الموافق الإعلامي في تونس على أهميتها بهدف توفير كل حلقات التنظيم والتعديل الذاتي للمؤسسات الإعلامية. مهم جدا أن تكون للمؤسسة الإعلامية منظومة لتلقي شكاوى المواطنين وملاحظات المواطنين ويقوم بنقل هذه الشكاوى إلى الهيئة الصحفية ثم ينقل إجابات الصحفيين إلى الجمهور. بالتالي من شروط الإعلام المهني أنه يكون في علاقة مستمرة حوارية تفاعلية مع الجمهور. وتم التأكيد على أن تفعيل هذه الخطة يستوجب أولاً توفر أرضية هيكلية وتنظيمية داخل المؤسسة الإعلامية. الموافق الإعلامي هي حاجة تعمل باش المؤسسة تتواصل مع الجمهور متاعها، تقبل الملاحظات متاعه وتجاوب عليها ويكون هذا بشكل متواصل. أما قبل ما نخلطه للمرحلة هذه يلزم ساعة المؤسسة تتواصل داخلها، ساعة البرسونيل متاحة والصحفيين متاحة والمنشرين متاحة يكون عندهم هيكل وهيئات داخل المؤسسة الإعلامية باش ينجموا هما ساعة يواجهوا الملاحظات لبعضهم ويصلحوا بعضهم ويكون فهما تعديل ذاتي داخل المؤسسة. بالنسبة لخطة الموافق الإعلامي هي خطة هامة، ولكن باعتبارنا احنا في مرحلة انتقالية، انتقال من إعلام حكومي إلى إعلام عمومي ومفهوم المرفق العام وغيره، أكيد في المشروع الهيكل التنظيمي الجديد للتلفزة التونسية ستكون هنالك خطة للموافق الإعلامي. هناك عدد من الضوابط والقواعد في مسألة الوساطة وفي تخير الموافق الإذاعي، ويجب يعني الاشتغال يعني عليها أن تكون هذه الخطة مستقلة، أن يكون له يعني أدوات من العمل، أشكال معناها من العمل، والتفعيل يعني البحث عن المواصفات في هذا الموافق. وتم الإجماع خلال هذه الورشة على أن الموافق الإعلامي قد يجنب المؤسسة النزاعات القضائية في حال تسجيل بعض التجاوزات. في ملفاتنا الدولية، تمكنت وحدة تابعة للجيش الجزائري من كشف وتدمير مخابئ للإرهابيين وضبط 9 قذائف هاون و4 قنابل تقليدية الصنع ومعدات التفجير بكل من بجاية وسكيكدا وتيزي وزو حسب وزارة الدفاع. من جهة أخرى، في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الجزائري حوالي 250 طنا من مادة الرصاص، فيما تم إحباط محاولة تهريب 3600 لتر من الوقود بالتلمسان. في الوقت الذي تخوض فيه سوريا غدا انتخابات تشريعية هي الثانية منذ بدء الحرب في سوريا، تستأنف مفاوضات جديدة بجنيف، يتزامن ذلك مع هدنة وصفت بالهشة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحطم مروحية قتالية روسية في حلب ومقتل قائديها. جولة جديدة من محادثات جنيف حول الوضع السوري تنطلق غدا بعد أسبوعين من انتهاء الجولة الأخيرة من المفاوضات دون تحقيق أي تقدم حقيقي باتجاه التوصل إلى حل سياسي للنزاع، وصفها مراقبون بالفاشلة. ومع تواصل المساعي والتحركات الدبلوماسية من أجل حشد الدعم لإنجاح المفاوضات القادمة، التقى المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا مسؤولين إيرانيين خلال زيارته إلى طهران، عبروا عن قلقهم من تصاعد انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا مؤخرا ما قد يضر بالعمليات السياسية ومحادثات السلام. كما اعتبر ديمستورا خلال لقائه وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس بدمشق، اعتبر أن جولة مفاوضات جنيف الجديدة ستكون بالغة الأهمية، لأن التركيز خلالها سيكون على عملية الانتقال السياسي، محذرا من هشاشة الهدنة إثر اشتعال العديد من الجبهات في سوريا. وتتزامن هذه التطورات مع خوض البلاد انتخابات تشريعية تنطلق غدا، وتعد هي الثانية من نوعها منذ بدء النزاع، انتخابات يتنافس فيها أكثر من 11,000 مرشح بينهم 5 من أعضاء الوفد الحكومي المفاوض، في وقت دعت المعارضة السورية إلى مقاطعتها واصفة إياها بأنها غير شرعية. وفي خضم هذه الأحداث والمساعي لمنع نسف هدنة سوريا، أفادت وكالة أنباء الروسية بأن طائرة هليكوبتر هجومية روسية من طراز M28 تحطمت في سوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم وقتل الطيران. المصادر ذاتها أعلنت أن الطائرة لم يتم إسقاطها، مضيفة أنها تحطمت في محافظة حمص وتم العثور على جثتي الطيارين ونقلتا إلى قاعدة جوية روسية في حميميم.
في لبنان تم اليوم اغتيال أمين سر حركة فتحي زيدان بالقرب من مخيم من حين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان، ذلك في انفجار عبوة ناسفة في مدينة صيدا. كما أدى الانفجار إلى إصابة شخصين بجروح وأضرار مادية. أشارت مصادر أمنية إلى أن العبوة كانت مزروعة داخل سيارة زيدان. إلى أخبار الرياضة الآن، وفي أجواء أسرية ورياضية لافتة احتضنت مدينة زغوان سباقات متنوعة في رياضتي الدراجات الجبلية والعدو للجميع. شارك فيها عدد من المتساكنين ومتسابقين من مختلف جهات البلاد. بمشاركة جمعية تابعة للرياضة للجميع من مختلف جهات البلاد، انتظمت بولاية زغوان تظاهرة إيكوتراي في دورتها العاشرة والمتمثل في سباق للدراجات الجبلية وسباق للعدو. عادة معناها سجلناها في زغوان وترسخت تو، ولات العباد تجي من كل الجهات وحتى من الخارج تجي سبيسيالمون لإيكوتراي زغوان، خاطر يونيك بالجو نتاعو وخاطر سي كونفيفيال. هذا في إطار مع برنامج الجامعة التونسية رياضة الجميع، احنا معناتها متعهدين باش يشاركوا في جميع الأنشطة الرياضية في البلاد ويشاركوا التوانسة كل فرحتهم، والرياضة هي وسيلة للفرحة. سباق الدراجات الجبلية وسباق العدو للجميع عرف مشاركة هامة من العدائين والدراجين، بالإضافة إلى إقبال كبير من العائلات. أحلى فرحانين وديجا مش أول مرة نشاركوا فيها، هذه سي لا دوزيام فوا، وتحويكا فما برشا تحسنات، وشفنا ديجا فما الفيديو تاع تلقوا وفما نتاع الكورس، وتحويكا أحلى 6 كيلومتر فما غوندوني دوك متنوع بيان فاريي. الرياضة هذه معناتها ديجا سوباتيك في طبيعة خارقة للعادة، ومعناتها تنجم تكون كان مفيدة للشباب نتاعنا كسؤال صحته ولا حتى لونكادرومون نتاعو باش يكون في بيئة سليمة فيه. مرة أخرى تشوفوا معناها إقبال الجمهور والشباب على الرياضات غير التنافسية، هذا هي اللي حاجتنا به في بلادنا، نقعدوا نخدموا بلادنا من أي موقع. إيكوتراي زغوان كان مناسبة سانحة للمشاركين لممارسة الرياضة في وسط بيئي ملائم، وأيضا للمنظمين لمزيد توعية الأشخاص بضرورة تعاطي نشاط بدني. ومن زغوان إلى سوسة، حيث انطلقت اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكيو كوشينكاي كاراتيه، ستبحث خاصة سبل تطوير رياضة الكيو كوشينكاي وفي ربوع الوطن العربي. بدعوة تونسية تستضيف مدينة سوسة من 10 إلى 16 من الشهر الحالي اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكيوكوشينكاي كاراتيه بحضور 10 دول عربية، ويهدف هذا الاجتماع إلى مزيد النهوض باللعبة من خلال تطوير مراكز التكوين وتنظيم البطولة العربية سنويا، بالإضافة إلى المشاركة في التظاهرات العالمية. نتفاعلوا مع الاتحاد باش ننمي ونطوروا معناها اللعبة هذه معناها في تونس، رغم معناها تواضع الإمكانيات نتاعو، ولكن الاتحاد هذا عنده معناها رجال من تونس وخارج تونس مختلف البلدان اللي يعشقوا قبل كل شيء اللعبه هذه، باش على قيل يكونوا العرب ممثلين معناها في البطولات معناها العالميه والدوليه. يسجل لرياضه الكيوكوشينكاي انها تجمع الدول العربيه مره جديده، اما تطور اللعبه فهو يدل على قوتها، ان استطاعت قوه وجود الكيوكوشينكاي لدى الرياضيين العرب، استطاعت ان تحضر بقوه في كل الاجتماعات ولا تغيب رغم كل العوائق المادية والسياسية وكل الظروف. هذه الرياضة أثبتت أنها تجمع الرياضيين العرب. ويشمل هذا الملتقى أيضا تربصا للحكام والمدربين من أجل تبادل الخبرات وتحديد الطرق المثلى لتكوين أبطال بمستوى عالمي في رياضة الكيوكوشينكاي. ومستقبل الحديث والنقاشات على الاتحاد العربي حاليا والمستقبل، وأيضا تنظيمات البطولة العربية اللي هي بتاع 2016-2017، وأيضا فيه معسكرات وتربصات في التحكيم وللمدربين، وأيضا فيه حتى امتحانات فيه الشهائد. الاتحاد العربي للكيوكوشينكاي أمام رهان كبير يتمثل أساسا في إحراز النجاحات وتحقيق أهداف المؤتمر الذي غاب عنه ممثل وزارة الشباب والرياضة. في الرياضة العالمية، ستخوض منتخبات السعودية والإمارات والعراق منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في مجموعة صعبة تضم أيضا منتخبات أستراليا واليابان وتايلندا، حسب ما أسفرت عنه عملية سحب القرعة التي جرت اليوم بكوالالمبور. في المجموعة الأولى سيواجه منتخبا سوريا وقطر منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والصين وأوزبكستان.
إلى عالم الثقافة والفنون انطلقت اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة فعالية صالون الصناعات الموسيقية الذي يعد من أبرز فعاليات الدورة الثالثة لأيام قرطاج الموسيقية. هي بعض الوصلات الموسيقية التي عزفها من حين لآخر عارضون في هذا الصالون، وترنم على أنغامها بعض زائري خلال جولتهم في أروقته. هو صالون الصناعات الموسيقية. هذا الفضاء سيمثل على مدى 3 أيام فسيفساء من المعروضات والمنشورات في صورة تتجاوز المفهوم الفرجوي للموسيقى. المشاركات حسب 3 أصناف: عارضين لآلات موسيقية وأجهزة صوت، عارضين لكتب موسيقية وجمعيات، وعندنا عارضي هم منتجي الموسيقى المختصين في ترويج وتسويق الموسيقى. في هذا المكان تتنوع الصورة لتجوب بمخيلتك في فترات وبلدان مختلفة، ففيه تعترضك آلات تقليدية محلية عربية وإفريقية مقابل آلات إلكترونية ورقمية حديثة. فيه أيضا تحضر منشورات ومناهج بيداغوجية وجمعيات. أما الموسيقى العسكرية التونسية فكانت اليوم ضيف الشرف في هذا الصالون. جينا باش نبرزوا الآلات متاعنا والأنشطة متاعنا نقوم فيها ضمن وزارة الدفاع الوطني وضمن يعني الأنشطة متاعنا في تونس وخارج تونس. نبرزوا النشيد الوطني متاعنا متاع تونس، كيفية الشكل متاعه، القرايه نتاعو صحيحه. من المشاركه انه اعرف الجمهور التونسي والموسيقيين التونسيين على صناعتي، واتعرف ايضا على الموسيقيين الاخرين. باش نقدم موقع musicien.tn اللي هو موقع يحكي على الموسيقى ويحكي سورتو على تقنيات الموسيقى. نحاولوا باش نكونوا موقع يجمع الموسيقيين في تونس. الصالون كان فرصة للزائرين للاطلاع على ما تضمنه من معروضات، وهو أيضا فرصة لاقتناء آلات، وقد تكون مناسبة أيضا لبعض المختصين لتسويق أعمالهم. نجي نتفرج في الآلات ونأخذ فكرة، آلات من جميع أنحاء العالم، ونستمتع بالعروض اللي قدموها لهنا. نشوف ش قاعد يقع في بلادي زادة من نشاطات حول العروض الموسيقية هذه الموجودة هنا. تلقى جودة عالية على الاخر معناها في ليزانسترومون، وزيد من بكري انا نخمم باش نشري قانون. مشاركون من تونس وبلدان عربية بالإضافة الى بعض البلدان الإفريقية والأوروبية. اختلفت معروضاتهم ولهجاتهم الا انهم تكلموا نفس اللغة، لغة الموسيقى. الآن المشاهدين إلى التذكير بالعناوين. إضراب عام في جزيرة قرقنة على خلفية ما يعرف بأزمة بتروفاك، ومطالب بالتنمية والتشغيل في ظل ما اعتبر تجاهلا من الحكومة. أكثر من 40 دولة و15 منظمة دولية وإقليمية تبحث في تونس سبل دعم ليبيا ومساندتها سياسيا واقتصاديا. جولة جديدة من المفاوضات تستأنف غدا بجنيف تزامنا مع انطلاق انتخابات تشريعية هي الثانية منذ بدء النزاع في سوريا. وقبل أن نختم مشاهدينا، نذكر أن 122 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. وفي الختام شكرا لطيب المتابعة، بقيت متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء.